فكان القرار أن هنالك دراسة جدوى أجريت على هذا الخط اللي هو طوله 36 كيلومتر من حدود الإيرانية العراقية إلى محطة القزيزة في البصرة. طوله 36 كيلومتر نعم. داخل الأراضي العراقية من الحدود الإيرانية إلى القزيزة نعم. فقط هذا هو الربط السكك نعم. كله؟ نعم من اي نعم من ثم يرتبط بالشبكة العراقية من نتورك العراقي، لأن احنا ما عندنا امتداد من شبكتنا، أقرب نقطة هي شبكة الخطوط السكك الحديد هي هاي النقطة، فلذلك وجدنا أنه 36 كيلومتر أكثر فائدة إن لو نفذناها على أراضينا ونربط بالشبكة الوطنية. كثيرون قالوا لماذا لم تربط من أماكن أخرى مثل الزرباطية مثل الشمال؟ شبكة السكك الحديدية بعيدة جدا عن هذه المناطق وسيكون المشروع مكلف جدا، فلذلك أقرب نقطة للربط هي كانت هذه النقطة. زين، أنت الآن بصفتك وبعنوانك الرسمي مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل تتحدث بشكل رسمي تقول نعم. لنقل الزائرين نائب نعم. الرئيس الإيراني ووزير نعم. النقل الإيراني نعم. مهرداد بزرباش نعم. صرح رسميا قال هذا الربط نعم. السككي سنصل نعم. به إلى موانئ غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط من خلال الربط السككي إلى العراق، وهذا ما كنا ننتظره نعم. هذا تصريح رسمي للإيرانيين نعم. يخالف تصريحات السادة المسؤولين نعم. في العراق. نعم، نحن لدينا محضر اجتماع رسمي واتفاق رسمي تم التوقيع عليه ما بين وزير النقل العراقي ووزير النقل والبنية التحتية الإيراني بمحضر رسمي يذكر أنه هذا المشروع هو فقط لنقل المسافرين فقط، وهذه الوثيقة أحملها معي الآن ومستعد أن أعرضها إلى جمهور الكريم وإلى جنابك الكريم أيضا. الآن هي هذا محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه، هنالك فقرة تقول الفقرة الأخيرة أي. هو طبعا شارح المشروع. الفقرة 5، تقرر أن يقوم الجانب العراقي بعمليات إنشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، كما أن الجانب الإيراني سيقوم بإنشاء الجسر المشار إليه بالفقرة 3 بشكل متزامن، بحيث ينتهي المشروع بكامله خلال فترة أقصاها 18 شهرا من قبل الجانبين. إذا احتاج مشروع إنشاء الجسر للمزيد من الوقت فسيتم الاتفاق عليه بناء على هذه التفاهمات اللاحقة. أعلن الجانب العراقي أنه سيتم العمل بنقل المسافرين فقط. هذا طيب الوثيقة طيب. الموقعة من وزير النقل العراقي ومن الوزير الإيراني عاشت إيدك. التي تم اعتمادها على أساسها تم افتتاح المشروع. عاشت إيدك، ولذلك يعني أنت قبل قليل تقول هنالك من يهاجم الحكومة، إذن أبرقوا إلى الحكومة الإيرانية نعم. وإلى وزير النقل أن هذه التصريحات نعم. التي أنتم نعم. تقولون بها عبر صحافتكم لا تتناسب بالعقد وتثير المشاكل في داخل العراق من خلال الخارجية العراقية. صحيح. ليش يغلطوكم أمام شعبكم؟ إن شاء الله. ولماذا تقبلون؟ سأكون أمامك مسؤول أن أنقل هذه الرسالة إلى السيد رئيس الوزراء وإلى السيد وزير النقل وإلى السيد وزير الخارجية. طيب. للتحقيق في هذا الأمر. تمام.